من داخل خيمة انتخابات النادي الأهلي كان لازم نقف على الساعة 6 ونقابل المدير التنفيذي الكابتن محمد مرجان والعميد محمد مرجان، وهو المدير التنفيذي وهو اللي شايل حمل الموضوع ده مع رجال كثيرين في النادي الأهلي، مع مجموعة كبيرة في النادي الأهلي. لازم نقول له شكرا. كابتن محمد مرجان تقول إيه على اليوم ده؟ والله اقول زي ما بقول على طول، يعني النهارده كل الناس دي سجلت اسمها في السجل الذهبي لاعضاء جماعه ونادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، يا رب تكمل على خير ويتمها بالخير والناس تروح بيتها كلهم سلام وكلهم جمال وكلهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي النهارده اعتمد ثاني لائحه نظام اساسي في تاريخ النادي الاهلي. اول لائحه نظام اساسي كانت 1908، النهارده هو ثاني لائحه نظام اساسي 2018. الحمد لله رب العالمين، ربنا باذن الله يعيننا ويعين النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي وطنيه، مش محتاج لأن اقول الكلام دوت، محدش يزعل على النادي الاهلي. النادي الاهلي عارف بيعمل ايه كويس، بيحترم كل الناس، بيحترم كل الاطراف، بيشتغل لكن بيحافظ على كرامته، كرامه اللي هي يعني الناس بتحبها في الشعب المصري، بتحبها في النادي، مع احترام لكل الاطراف، بنحترم كل الناس، بنجتهد، بنتوكل على سبحانه وتعالى وبندعي ربنا. هو زي ما انت شايف يعني احنا النهارده عملنا كل اللي علينا. التوفيق بتاع مين؟ بتاع ربنا. بتاع ربنا سبحانه وتعالى، زي اي حاجه في الدنيا بتعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يكرم ان شاء الله. كابتن محمد، شفنا من اول اليوم شايفك مش مهموم بس حاسس بحمل تقيل عليك، وحمل تقيل شالوه رجاله كتير معاك النهارده، تقول ايه لكل الرجاله يشتغلوا معاك في النهارده في الملحمه الكبيره بتاعت النادي الاهلي النهارده؟ انا بوجه شكري لاصغر عامل في النادي الاهلي اللي موجود في الشيخ زايد اللي احنا مش شايفينه بعينينا، واصغر عامل في مدينه نصر اللي احنا مش شايفينه بعينينا، لان هم دول اللي ادى الانطباع لاعضاء الجمعيه العموميه اللي داخلين. يكفي الاعضاء الجمعيه العموميه اللي جايين مدينه نصر او من الشيخ زايد جايين يشكروا وبيرجعوا يشكروا. ده مش مجهود محمد مرجان لوحده، ده مجهود فريق عمل كبير جدا 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 هو اللي عمل كده النجاح النهارده ده. فريق عمل بيحب النادي الاهلي، اعضاء جمعيه عموميه بتحب النادي الاهلي، الناس بتتفانى عشان خاطر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي في الاخر هقول لك ايه، هو الجزء الاساسي من بلدنا اللي احنا بنحبها. ومش ممكن في يوم من الايام نعمل حاجه ضد رغبه بلدنا او نعمل حاجه تخالف وطنيتنا او تخالف الدور الوطني اللي احنا يعني هقول لك مخلين عشانه. كابتن يعني محمد مرجان حب نادي الاهلي بيته الاساسي، يعني انا عارف ده شخصيا، فعلا انطباع واضح جدا حب الناس ليك، يعني حب العمل، حب النادي الاهلي ده حب كبير قوي. يعني توصف ايه؟ تقول للناس اللي ما جاتش النهارده ايه؟ هقول له فاتك كتير. انا في عضو من اعضاء الجمعيه العموميه المحترم قال لي انا عايز اسالك سؤال واحد، هو انت شعورك ايه وانت النهارده موجود في التاريخ ده؟ انا مش مصدق نفسي اللي انا جاي اديت صوتي. فده عضو جمعيه عموميه، قلت له انا بصراحه ربنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي اراد ان انا ابقى موجود في الوقت دوت في يعني على راس الجهاز التنفيذي في النادي الاهلي. ده شرف ليا الحمد لله رب العالمين. ومش هقول غير حاجه واحده بس، اللي علمنا نعمل حوارات كتير، احنا بنشتغل بس، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بيه. ممكن الناس تقول لك اصل اسلوبه يعني الكلام اللي احنا بتسمعه كتير، بس يمكن اللي تربينا عليه في العسكريه واللي تربينا عليه طول عمرنا في حياتنا من ايام انا كنت صغير، الوالد ربنا يكرمه وحكايه كليه الشرطه اللي تربينا عليه، هو الاسلوب اللي انت شايفه اللي خلى الناس النهارده بتخش مرتاحه وتخرج مرتاحه. وبندعي ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقول لك تاني اللي الناس كلها تروح ومفيش ضفر واحد يحصل له حاجه، لان ضفر اي انسان انا اسف يعني اغلى 100,000 مره من اي حاجه، اغلى 100,000 مره من ماتش، واغلى 100,000 مره من ضفر اي انسان غالي. وده اللي اولادنا لازم يفهموه وشبابنا لازم يفهموه، عمر ما العنف بيجيب نتيجه. اخلاقك، احترامك، العالم كله تقدم بالاخلاق، العالم كله تقدم بالاحترام، العالم كله تقدم في احترام الاخر. عمرك ما شفت النادي الاهلي حد بيتكلم فيه على حد، ولا عمرك شفت النادي الاهلي بننقد حد؟ لا، الحمد لله النادي الاهلي بيمشي بيتحمل كتير. يمكن اللي انت بتقوله، احنا بقى لنا فتره كبيره يعني بنتعرض يعني مش هقول مش عايز انا، انت عارف مجلس اداره النادي وعارف اداره النادي، فده الحمد لله رب العالمين ولا حاجه، لان احنا واثقين الحمد لله في قادتنا السياسيه كويس قوي، واثقين الحمد لله في الناس المسؤوله في هذه الدوله، واثقين في قضائنا كويس قوي. ان شاء الله باذن الله باذن الله بعد اليوم العظيم دوت ان شاء الله اكيد النادي الاهلي هيبقى ليه شكل تاني،
في حب الجمعيه العموميه وحقها في تقرير مصيرها باعتماد لائحتها. النهارده بقى القرار في قرار جمعيه عموميه، وربنا يكرم الجميع ان شاء الله باذن الله. واتمنى زي ما قلت احنا ان شاء الله هنحتفل باذن الله مع بعض، وان شاء الله يبقى احتفال كويس والناس كلها تبقى مبسوطه. ما عندناش حاجه اسمها معارضه، وما عندناش حاجه اسمها اصل ده مع وده ضد. كلنا بنحب النادي الاهلي، نختلف في الاسلوب، ولكن احنا بنحب النادي الاهلي زي بالظبط احنا بنحب مصر بالظبط، وكلنا بنحب مصر، ومحدش يزيد علينا في حب مصر ابدا. كابتن محمد، حب مصر وحب النادي الاهلي، قول لنا الارقام بتقول ايه دلوقتي؟ يعني انا اخر حاجه من الساعه 14,000، ما اعرفش بقى الكلام ده حقيقي ولا لا. وانا برضو يعني احنا اتعلمنا اما الحكم يصفر هو اللي هنقول ان شاء الله. لغايه دلوقتي الحكم لسه ما صفرش، اول لما الحكم يصفر لسه الكره في الملعب، واحنا مكملين لغايه احنا قدامنا ان شاء الله ساعه الا ربع. يعني اول لما الحكم يعلن صفاره النهايه هنعلن باذن الله فوز الجمعيه العموميه. هل ناوي تمد الجمعيه العموميه ولا لسه كلام فيها؟ والله يعني انا المشكله بس عندي كلها اللي في اتوبيسات حركه مدينه نصر ومش عارفه توصل، وانا عارف ان الناس دي يعني اعضاء جمعيه عموميه، وخصوصا اللي جايين من مدينه نصر والشيخ زايد بيزعلوا، فاهم؟ ولكن احنا النهارده هنبقى ملتزمين مع رئيس اللجنه القضائيه المشرف، هنستاذنه لو هو وافق طبعا يعني يبقى كتر خيره، لو ما وافقش هنقول للناس كلها متشكرين، وهنقول للناس كلها انتوا جيتوا، وهنقول لك انتوا نورتوا النادي وكفايه تعبكم معانا، ومحدش ما فيش غرامات، لان انا عارف كويس قوي ما تفرق. فربنا يسهل باذن الله ان شاء الله، لسه هنشوف مع رئيس اللجنه باذن الله اللي فيه الخير قدام ربنا. كلمه اخيره لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين اللي جم النهارده وشرفوا النادي الاهلي ودايما رافعين اسم النادي الاهلي في العالي. كاداره تنفيذيه اقول لهم شكرا، اتمنى نكون زي ما احنا قلنا وزي ما وعدنا يعني وفينا. مش عارفين نقول لكم ايه كاداره تنفيذيه، طبعا اكيد مجلس الاداره هيبقى ليه رد للجمعيه العموميه، بس ده مش غريب على جمعيه العموميه النادي الاهلي. احنا بنشكرهم جدا، كفايه التزامهم، كفايه انتظامهم، كفايه المنظر اللي انت شايفه النهارده، الناس فرحانه فعلا من قلبها، والحمد لله رب العالمين، ده فضل ونعمه عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله. اخر سؤال، هتنام امتى؟ اما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله. كابتن محمد مرجان بنشكرك شكرا جزيلا، بنقول لك شكرا، انت والاداره التنفيذيه بتاعتك اديتوا معاليكم، يوم جميل، يوم رائع بدون مشاكل. نتمنى وهو ده النادي الاهلي، ونتمنى دايما نكون في المناسبات متواجده زي دي ولاد النادي الاهلي. شكرا كابتن محمد. ربنا يخليك كابتن خالد، متشكرين، شكرا. شكرا لكل جمهورنا، هنواصل ونكمل مع الكابتن عبد الحميد حسن في قناه الاهلي.